وانا بمشي على الاسفلت لاول مره من 40 سنه، ويمكن كل واحد بقدر يقدر شو المشاعر هاي اللي انا مش قادر اعبر عنها. انا بشوف الخضار وبشوف الشجر وبشوف كذا، اللي قبل بكيت اشوف بس جدران واسمنت، اليوم بشوف قاعد شجر وبشوف خضار وبشوف حشب وبشوف اسفلت، قعدت على كنبايه اللي انا دائما كنا نقعد على حديد. ولا مره يعني اول مره قعدت فيها بسياره اخوي شعرت انه نضحي كمان 40 سنة من أجل شعبنا وهنا من أجل حرية أبناء شعبنا في كل مكان.